هل مريض السمنه بعد ما بيعمل العمليه بتبتدي امراض اللي السمنه تسببت فيها بتبتدي ان هي يقدر يعالجها، ولا اللي السمنه بتعمله مفيش منه رجوع؟ طبعا ده سؤال مهم جدا، وده سؤال يعني منطقي جدا. انا بقى بالنسبه للامراض، انا هنزل وزني وعايز اعرف ايه بقى اللي انا هستفيده. يعني اول حاجه ان دكتور العظام هو لو في مشكله في الركبتين وافترضنا ان هو عايز يغير مفصل، ما بغيروش على وزن 140 و150. يعني هو المفصل اللي هو ده مش حديد، يعني مش فولاذي ان هو يشيل، لا بالعكس، ده لازم ينزل وزنه قبل ما يعمل. هقول لحضرتك يمكن حاجات بالنسبه للسكر، امراض السكر المرتبطه بالوزن اللي هي سكر من نوع تاني، بعض الناس فيهم اللي هم مصابين بالسكر من يعني وقت اقل من 5 سنين، اللي بياخد لسه جرعات اقراص وجرعات قليله من الانسولين، والناس لسه ما عندهاش مضاعفات، هيتوقف من علاج تاني يوم. يعني لو وظائف البنكرياس بتاعته كويسه. واحد تاني السكر بتاعه بقى له 20 سنه وبياخد انواع كتيره من الانسولين، وابتدى يشتكي من الشبكيه والاطراف بتاعته، الاعصاب ابتدت تتلف وابتدت الكلى بتاعته ابتدت تشتكي منها. دول طبعا الجرعات بتاعت الانسولين بتقل، السكر التراكمي يقل، السكر العشوائي اللي احنا بنقيسه بيبقى في نطاقه الطبيعي، لكن ربما لا يشفى تماما من السكر، بس انا بهاجم بما يمكن ان هو يعالج قدر المستطاع، لان احنا ما بنزرعش بنكرياس. يعني قصدي احنا لو عملنا عمليه تكميم صغرنا حجم المعده وقللنا الجوع وزودنا الشبع وعملنا زودنا الشبع وقللنا الجوع، الحقيقه ده كمان بيبقى فيه جزء هرموني، الجزء الهرموني ده انه بينشط البنكرياس، لانه التكميم مش بتشتغل بس كانقاص وزن عشان ايه بتقلل كميه الاكل، لا ده لها جزء هرموني كبير جدا جدا جدا، ويمكن اتعمل عليه ابحاث كتيره جدا 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 في العالم، واحنا شغالين عليه بقالنا سنين. اللي واضح جدا الجزء الهرموني بتاعها تحويل المسار. يعني تحويل المسار بتقلل كميه الاكل، بتزود الشبع، بتقلل الجوع، لانها بتعزل اكتر من 80% من هرمون الجوع، زي بالظبط الجزء اللي استوصل من المعده في عمليه تكميم معده بيتم عزله في تحويل المسار. وكمان الدوره الهرمونيه بتزيد كمان في تحويل المسار. الاكل بينزل بسرعه، بيخلي خلايا اسمها ال سيل تفرز هرمون الجي ال بي 1 بكميه كبيره جدا جدا جدا، وبالتالي بتنشط البنكرياس، بتخلي نشاطه عالي جدا، وبتخليه طبعا قادر ان هو يفرز اكتر من الاول بطبيعي بكميه كبيره. وده يمكن احنا شفنا ده ان في ثوره علميه في الادويه، يمكن اللي هي مشابهات الجي ال بي 1، عشان بس ما بقاش بنعلن عن ادويه، لكن هي دي الفكره، ان هرمونات المشابهه للجي ال بي 1 اللي بيطلع من الامعاء بصوره طبيعيه، هم دول مجموعه الهرمونات دول اللي عامله ثوره طبيه في علاج مرض السكر في الايام اللي احنا فيها دي. هايل. دلوقتي انا كمريض سمنه سني كبير شويه، عرفت انا هكسب ايه لما اعمل عمليه وهخس وزن قد ايه. طيب انا دلوقتي رايح اعمل عمليه، ازاي بيتم تجهيز كبار السن لعمليات السمنه المختلفه؟ وبعدها بقى عايزين كمان نتكلم عن انواع عمليات السمنه مختلفه. طبعا هو اللي بيبقى طبعا تجهيز يعني زي اي مريض هيجري اجراء عمليه، وطبعا لازم في وضع تشاوري اسري بيحصل، او نوع استشاري كده بيحصل، ان الابناء في السن ده بيبقى عندهم حرص على الاباء في الوضع ده، خايفين عليهم، هو انا اعمل له عمليه كويسه ولا هضره؟ يعني هو ده السؤال اللي بيبقى مطروح. يعني طبعا ده الوضع، احنا ده وضع طبي يتم دراسته طبيا بكل عنايه، يتم تجهيزه. في حاجه انت هتعمل فحوصات وتحاليل وتقيم الكلى وتقيم القلب بتاعك وتقيم التنفس بتاعك والتنفس والقلب وكل اجهزه الجسم يتم تقييمها ونشوف، يتم عرضه على التخدير، في صلاحيه لاجراء العمليه اعملها، هتبقى مفيده جدا 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 وكويسه، هتحسن كل الامراض المصاحبه بالنسبه للتنفس، بالنسبه للضغط، بالنسبه للسكر، وده كلام علمي واضح، وهتشيل الحمل على المفاصل ويبتدي يتحرك حركه طبيعيه، يبتدي يمارس نشاطه الطبيعي، لانه الوزن الكبير في السن الكبير بيقعد الانسان بيحبسه، يعني طبعا ما بيقدرش حتى يخدم نفسه. يعني طيب الاختيار الثاني ان انا عملت الفحوصات والتحاليل وانا يعني التخدير غير موافق، الفحوصات غير نتائجها مش افضل حال، فطبعا احنا طب بنشوف طرق تحفظيه ثانيه، ما بنجريش العمليه، ما بنمشيش ضد التيار. يعني يتم عرضه، انا سني 70 سنه، سني 65 سنه، سني 60 سنه، اعمل العمليه ولا ما اعملش؟ ده بناء على حاجات معطيات طبيه، اعمل الفحوصات واخد الفرصه الكافيه. عندي بعض المشاكل الطبيه يتم عرضك على التخصصات المناسبه الثانيه، يعني عندي مشكله في القلب
دكتور القلب يقيم ده، عندي مشكله في التنفس يتم تقييم ده عند دكتور الصدر، عندي مشكله في الـ في الـ في الـ في الكلى. يعني بالنسبه للكلى في الـ في الـ في الاعمار المختلفه، يعني على سبيل المثال يعني مفيش حاجه اسمها ما اعملش العمليه، يعني انا دلوقتي لو عندي فشل كلوي، فشل كلوي خالص، يعني الكلى لا تعمل، الكلى في وضع تجهيزي ان انا عايز اعمل زرع كلى، هل يمكن اجراء عمليه التكميم وعمليه تحويل مسار ولا ما اعملهاش؟ لا تعملها، لانه مفيش حد هيزرع لك الكلى غير لما تنزل وزنك. يعني انا دلوقتي طب انا اعمل العمليه ازاي وظائف الكلى؟ ده بقى شغل طبي، ده شغل تخديري، ده شغل تجهيزي، فاحنا الحاجات طبيه. انا ليه بقول كده؟ عشان في ناس بيكون عندها فرصه، يعني هو سنه 40 سنه عنده الكلى بتاعته متوقفه وعنده امل ان هو يزرع كلى عشان يعيش زي انسان طبيعي، لانه لو ما زرعش الكلى هو مش هيعيش، لان الفشل الكلوي طبعا مرض مزعج شديد الخطوره، مميت طبعا، مع الوقت طبعا بيبقى ليه اضراره الواضحه يعني. فاحنا بنقول الكلمه دي عشان هي جت في الطريق، يعني ان بعض الاجهزه ربما يكون فيها مشاكل بس انت ليك امل، يعني ليك فرصه. انت لو وزنك 140 كيلو 150 كيلو عمر ما حد هيقدر يزرع لك كلى في الوزن ده، نزل وزنك 6 7 شهور ابتدي ازرع، عيش حياتك بقى الطبيعيه. على سبيل المثال امراض كتيره جدا يمكن علاجها، حد عنده تكيس من ابيض، ما انت تاخد علاجات ولم يوجد اي ردود فعل ولا يوجد اي تحسن، لازم انقاص الوزن. الغضروف، زرع، تغيير المفاصل حتى في السن الكبير او سن صغير، انت لازم تنزل وزنك، لانه بدون انقاص الوزن مش هيبقى فيه قدره لعلاج الامراض اللي هي المصاحبه او الامراض اللي هي الموجوده. هايل. عمليات السمنه بتتقدم كل يوم، كل يوم بنشوف تكنولوجي جديده، ايه احدث التكنولوجيات الموجوده دلوقتي في علاج السمنه؟ هو طبعا في تكنولوجي كتير جدا طبعا، يعني احنا بنشتغل بالمنظار الجراحي، طبعا في تقدم فيه حتى حجم العدسات، حدث عدسات بقت 5 مللي بنشتغل بيها بدل 10 مللي، الفتحات الصغيره بدل 5 فتحات ممكن اجراءها بثلاث فتحات، يمكن اجراء بقى العمليات دي بالروبوت، الروبوت الجراحي، انا ببقى قاعد على الكونسول والروبوت هو بيعمل العمليه، يعني طبعا دي بيعملها كاملة كبير. مش هو اللي بيعملها الحقيقه، احنا بندخل الروبوت هو كانه يد منفذه، بمعنى ان الروبوت بيشتغل طبقا للاوامر اللي انا بديها، يعني انا بشتغل بصوابعي وبديله الاوردرز وهو بنفذ ده. هو ده طبعا بيفرق في الرؤيه بتاعتنا جدا، بيفرق في الحركه اكتر. بس يعني طبعا في كبار السن انا مش عايز اطول الوقت التخديري بتاع العمليه، لان في العمليات السهله ان عاده احنا في كبار السن بنعمل عمليه تكميم، عمليه تحويل مسار خفيفه، ولكن في بعض الاوزان الضخمه فوق ال 200 كيلو عمليات الاعاده، عمليه تحويل مسار كلاسيكي فيها شويه صعوبه، يمكن اجراءها بالروبوت. لكن كبار السن انا عايز اوصل لاسهل حاجه في اقل وقت ممكن، باقل جروح ممكنه، باقل وقت تخدير ممكن، لاني عايز اعمل اخف حاجه احتراما للسن واحتراما للوضع العام، لانه عاده بيبقى السن فوق الستين فيه شويه امراض، يعني مفيش عيان فوق الستين عنده سمنه مفرطه زياده ما بيكونش عنده سكر، ما بيكونش عنده كوليسترول، ما بيكونش عنده تدهن في الكبد، ما بيكونش عنده مشاكل في القلب، ما بيكونش عنده مشاكل في التنفس. ففي حاجات تحديات كتيره جدا تخلينا ناخد اقرب الطرق او اسهلها او اقصرها، او يعني عايز هيت اند رن بسرعه، خلص يعني ادي الوظيفه بتاعتك، لان يطلع ساعتين يتمشى 12 ساعه روح، يعني ناخدها بحيث ان هي تبقى سهله عليه. دكتور ممكن الناس تبقى عايز تعرف، طب العمليات البسيطه زي تحويل المسار انا هخس فيها قد ايه ككبار السن؟ هل تحويل المسار في كبار السن بتخسس نفس عدد الكيلوهات في صغار السن؟ طبعا هو عموما في يعني طبعا فروق ما بين الاوزان المختلفه، يعني واحد وزنه 200 كيلو وواحد وزنه 120 كيلو، ال 200 كيلو هينزل في الشهر اكتر من 120، لكن هم على نهايه السنه سنه ونص هم تقريبا بيبقوا نزلوا لوزنهم المثالي اللي هو مناسب لطولهم. يعني طبعا كبير السن كبار السن اقل نزولا من الوزن من صغار السن لفرق الحركه وفرق الحرق، كلما كان في عصايه بتمشى عليها او عدم قدره على ان احنا نتمشى، على عدم قدره ان احنا نمارس حياتنا الطبيعيه، لكن صغار السن عندهم كفاءه ان هم يمارس رياضه ويتحرك اكتر. كلما كان الوزن عنيف والمشاكل الصحيه المرتبطه بسكر ومفاصل وحاجات، كلما كان نزول الوزن اقل.
فاحنا بننصح كل الناس اللي هو كل ما تنزل 10 كيلو من وزنك ابتدي تحرك اكتر، هتنزل وزن اكتر، هبتدي تاخد نتائج اكتر. لكن في النهايه هو يستفيد ان شاء الله بالنسبه للوزن وبالنسبه للامراض المصاحبه للسمنه المفرطه.